ده كمان ايه لغاية دلوقتي انا بقول لك على نوع الشغل اللي انت ممكن تعمل فيه الطلبية بالتليفون، اوكي، والطلبية اللي تعملها بالتليفون دي انت بتعملها مع ناس تعرفها وزيتنا في دقيقنا، فلوسي وبصرفها بالطريقة اللي تعجبني، مش محتاج ان انا اوجع دماغي بأي اجراءات تانية. لكن انت لو بتشتغل في شركة كبيرة شوية، اوكي، خاصة او في شركة قطاع عام، لازم بيبقى في بروسيجر للمشتريات دي، ما بتبقاش العملية مفتوحة كده، لازم يبقى في نظام اللي هو احنا بنسميه الروتين، اللي هو للأسف بنعتبره كتير قوي لما تيجي كلمة روتين او كلمة النظام بنعتبر العطلة، بنفتكر العطلة ووجع الدماغ، هي وجع الدماغ وهي عطلة. لكن لو ما فيش البروسس دي اللي هي الروتين ده، لو مش موجود الدنيا هتبقى بايظة بافتراض حسن النية في الجميع، اوكي، بافتراض حسن النية في الجميع، محدش بيحاول ان هو يلعب بديله ولا حاجة، اوكي، هيحصل خسائر كتيرة جدا وهدر كتير جدا في الموارد. ده بافتراض حسن النية كمان لو مفيش نظام كويس. فلازم بيتحط النظام ده ليه؟ علشان نتأكد ان الموارد بتتوظف بشكل جيد وبشكل مناسب. فمثلا انت لو شغال في قطاع عام هتلاقي ان انت عايز الاسمنت، هتعمل ايه؟ هتكتب طلب. السيد الاستاذ مدير اداره المخازن، تحيه طيبه يا بعض، برجاء التفضل بتوفير كميه 60 طن اسمنت من صنف ممتاز وذلك لاتمام اجراءات العمل في المشروع المذكور، وتفضلوا بقبول فائق التحيه والاحترام. يقوم يجي لي جواب ايه؟ الطلب بتاع الاسمنت. او ما انا ردد عليك، السيد المهندس فلان الفلاني، تحيه طيبه وبعد، بالاشاره الى خطابكم المرفق طيب، برجاء العلم ان الصنف غير متوفر بالمخازن، وتفضلوا بقبول فائق التحيه والاحترام، واقوم رجع لك الجواب. تقوم انت فاتح الجواب بتاعي وجايب ورقه ثانيه وتبتدي تكتب، السيد الاستاذ مدير اداره المشتريات، تحيه طيبه وبعد، بالاشاره الى خطاب المرفق من السيد مدير اداره المخازن بعدم توفر الصنف اسمنت الممتاز، برجاء عمل اللازم لتوفير الصنف وذلك لاتمام الاعمال المطلوبه في المشروع المذكور، وتفضلوا بقبول فائق التحيه والاحترام. يقوم يجي لي جواب ايه؟ جواب الطلب بتاعك، انا مدير اداره المشتريات، ولاني راجل بشتغل تمام، ولاني راجل بشتغل ما بعطلش الشغل عندي، اقوم على طول واخد الجواب بتاعك ده وابتدي اعمل ايه؟ طلب اسعار. اوكي، طلب عرض اسعار، طلب عرض اسعار ده اقوم بعته لشركات، خلاص الشركات دي كل شركه تقول والله انا ممكن اجيب لك ال 60 طن اسمنت دول، ودول هيكلفوا كذا، وهيجوا لك في الوقت الفلاني، وطريقه الدفع كذا. يقوم راجع لي طلب، متابع معايا الحدوته ولا نمت؟ اوكي، يجي الطلبات تجي لي من الناس، اقوم انا باعت لك انت يا باشمهندس بقى، اوكي، الطلبات، السيد المهندس فلان الفلاني، تحيه طيبه وبعد، بالاشاره الى خطابكم المؤرخ بتاريخ كذا كذا بشان طلب كميه 60 طن اسمنت، برجاء الاطلاع على العروض الفنيه المرفقه وابداء رايكم الفني فيها. خلي بالك من كلمه الفني دي، انت مالكش دعوه بالفلوس، اوكي، فانت تبص وتقول والله العرض ده ينفع، الاسمنت ده اللي انا عاوزه، والاسمنت ده اللي انا عاوزه، بس الاسمنت ده مش اللي انا عاوزه، وتقوم رجعه. كل ده علشان ايه؟ علشان الطلبيه بتاعه ال 60 طن اسمنت. يبقى اللي كنت هتعمل حسابك انه هيخلص في يوم او في 10 ايام ممكن ياخد له بتاع 3 4 اشهر. صح؟ فانت لو مش عامل الكلام ده، حطه في اعتبارك في البلان بتاعتك، النتيجه هتبقى ايه؟ فالمفروض بتحط الكلام ده في اعتبارك في البلان. تقوم انت عايز كمان 3 اشهر 60 طن اسمنت، تقوم النهارده تطلب 90 طن. اوكي؟ ده بقى ايه السلوك الطبيعي. تطلب 90 طن مش 60. ليه 90 طن؟ قول اهو لما يجوا يفضل معايا شويه زياده احطهم في المخزن، بحيث ان انا ما اتزنقش تاني بعد كده، يفضل عندي في المخزن شويه اسمنت. طبعا دي خسائر على الشركه. ودي حاجه من الحاجات اللي لازم نحطها في اعتبارنا. يا جماعه المخازن دي خسائر، اوكي، ليه؟
الحاجة اللي محطوطة عندك في المخزن لما هتبوظ، وارد انها تبوظ، مين اللي هيتحمل الخسارة دي؟ مين هيتحمل ثمنها؟ الشركة بتاعتك او انت شخصيا او ادي واحد. طيب المخزن ده مش ارض مخصصة للمخازن، وبالتالي دي تكلفة عندك، دي حاجة هتدفع ايجارها او على الاقل كان ممكن توظفها في حاجة تانية مش بتوظفها، يبقى ادي خسارة تانية. مش هتعمل لها حراسة، مش احتمال تضطر تجيب غفير ولا تجيب بتاع، ادي فلوس تالتة. والاهم من ده كله بقى، الفلوس اللي محطوطة في الحاجة اللي محطوطة في المخزن دي، مش دي فلوس كان ممكن تبقى سيولة معاك تعمل بيها شغل تاني؟ دلوقتي ما بقتش موجودة ومعطلاك، هتضطر تروح تجيب مصادر تمويل تانية عشان تمشي شغلك، وتسيب الفلوس دي واقفة ومتعطلة في المخزن. خدت بالك؟ خدت بالك من العملية مترابطة ازاي في بعضها؟ اوكي؟ As a matter of fact، موضوع إدارة المخازن ده موضوع مهم جدا، ومن الموضوعات اللي بتتدرس في كورسات، مش كورس واحد. اوكي؟ بيتعمل سيميوليشنز، وبيتعمل مودلز، ماثيماتيكال مودلز، عشان نعمل مينيمايزيشن لحجم المخازن، ونعمل مينيمايزيشن للديلي تايم بتاع السبلايز اللي عايزين نشتريها، وتبتدي تحط الحاج محمد ده تحطه في الموديل عندك، وتقول والله الاكسبكتد تايم بتاع الدليفري بتاعه كذا، وتحط الحاج محمود، والحاج محمود تحط له اكسبكتد تايم، وتحط الحاج حسنين، وتحطه كل دول يدخلوا في الموديل بتاعك. يقوم لما تيجي تعمل انت عايز مشتريات، يبتدي يبان عندك، تبتدي عمليه المشتريات قبليها من بقد ايه، وتطلبها من مين. اوكي؟ موضوع لذيذ جدا على فكره بالنسبه لي. ليه؟ When it comes to numbers this is where I love to work. اوكي؟ انا بحب الشغل بارقام، لكن بالتاكيد في ناس كتير ما بتحبش الشغلانه دي، تعمل لها ارقام وتقعد بقى تعمل موديل وتظبط سبلايز وتظبط انفنتوري وتظبط الكلام ده. اوكي؟ بس اكشلي التظبيطه دي ممكن توفر مبالغ كبيره جدا في الشغل. ده كده مبدئيا ايه البلاننج بتاع المشتريات.